عارفين ان ما هم الا شهرين ومقبلين على انتخابات رئاسيه وبرلمانيه، انا مش عارف يعني هل هي الان من باب الفتن صاحب الثقه من الحكومه في الوقت الحالي؟ سوف نرجع للمربع الاول وهو الحرب. صاحب الثقه من الحكومه يعني حيدخل البلاد في فوضى. صاحب الثقه من الحكومه انا مش ضده، انا مع ان هي تقعد الحكومه، ولكن بشرط ان يلبوا جميع طلبات الشعب الليبي.